هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. اولا في واحد البروغراماسيون اللي شويه صعيبه انا ولينا كنلعبوا جوج مباريات في الاسبوع وهذا صعيب على اللعابه وصعيب علينا ولكن هذه هي الشروط فرضتها عندنا الجامعه ما يمكن لنا الا نكون خاطئين فيها فيما يخص المباريات حنا تحملنا المسؤوليه ديال تدبير فريق كره السله في واحد الظروف اللي كانت صعيبه جدا ولكن حبنا لهذا الفريق خلانا نغامروا ونتحملوها ونتحملوا التبعات ديالها نبغي نتوجه نستغل الفرصه باش نتوجه بالشكر لجماهير الوداد على المسانده الدائمه ديالهم هذه انا كتعتبر هو السند الاساسي ديالنا واللي حنا كنفتخروا به واللي حنا كنحسوا بالمسؤوليه اللي عندنا تجاهه واللي ان شاء الله هذا العام خديناها اولا باش نعتقوا الفرع الحمد لله نتمنوا اننا غادي نبقاو في المدرسه هذا العام ان شاء الله غادي نتمكنوا باش نبقاو ان شاء الله باش ولكن تمكنا هذه السنه باش ناخذوا مجموعه ديال الخلاصات اللي غادي نتاخذوا من خلالها الاجراءات اللازمه باش يمكن نبنيو فريق قوي السنه القادمه اللي يتنافس على البطوله ولما شكرا لك سعد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.